لدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، استعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت لسموه التحية. قبل أن يتقدم للسلام على سموه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، كما تقدم للسلام على سموه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمل طنجة أصيلة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم تطوان، وشخصيات أخرى. وتشكل مناسبة الاحتفال بالذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فرصة سانحة للشعب المغربي للتعبير عن مدى حبه وتعلقه بأهداب العرش العلوي المجيد. حضر المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.